معكم المتسابق رأفت فيصل الشريف من المملكة العربية السعودية. هذا ثاني موسم لي أشارك في دولة قطر الحبيبة، والمنافسة قوية، دراجات قوية من دول الخليج المتعددة، لكن إن شاء الله الجولة هذه أمس كسرنا رقم حلو، وإن شاء الله اليوم نزيد رقم. في تعديلات على الدراجة، أضفت إليها نظام النايتروز، وإن شاء الله الحين بنسوي رن ونشوف إن شاء الله على خير، والله يوفق الجميع. وبالمناسبة هذه أحب أشكر المسؤولين على نادي قطر الدولي للدراجات النارية والسيارات، وأبارك لدولة قطر بفوزهم باستضافة كأس العالم لعام 2022، وأبارك للشعب العربي على هالإنجاز العظيم الرائع اللي ما سبق له مثيل، وأشكر قيروان على هذا اللقاء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. فهد الحمود، متسابق من المملكة العربية السعودية. أمتلك هذه الدراجة تقريبا من الموسم الماضي، جايبها طبعا طربية خاصة من أمريكا. الدراجة عليها مجهزة بجهاز تيربو تشارجر، تقريبا فيها حوالي أكثر من 550 حصان. الحمد لله حققت فيها المركز الأول في الموسم الماضي في الإمارات، جبت تايم 7.3. إن شاء الله أطمح أني أنزل في التايم في الموسم هذا، سواء على نادي قطر أو نوادي الأخرى، وإن شاء الله أحقق المراكز المتقدمة دائما فيها. Hello everyone, I'm Billy Vose from the United States. I'm here helping Mohammed Bourashid of Kuwait. Currently riding the only Hayabusa in the class with the true Hayabusa engine. And this is smaller than the other engines in the class, but our performance is good compared to the lack of displacement. I'm here to help Team Kuwait and to further the Arabian Drag Racing League and help pick up the class overall so we can have some of the greatest racing people can see anywhere. Thank you. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم المتسابق السعودي احمد ناصر من خلان. طبعا اشارك بفئه البرو بايك هنا في حلبه قطر لسباقات السرعه. الحقيقه انا مبسوط وسعيد جدا اني اشارك مع اخواني الخليجيين مع تحت رعايه الشيخ خالد بن حمد الثاني. والحقيقه اشكر الشيخ توفيق الزامل والاستاذ الكبير علي الشيخ على رعايتهم الطيبه على دراجتي الناريه، وطبعا مساعديني الاخ ماجد الجعفر والمهند الشامسي. الحقيقه دراجه موديلها 2005، دراجه من فئه البرو بايك. طبعا اشتريتها من المتسابق الكبير مشعل الصبر. طبعا هي مصنعه في الولايات المتحده الامريكيه بتقنيات جدا ممتازه، عشان اخوض في سباقات 8 ميل والربع ميل ان شاء الله. طبعا شاركت في البحرين ودولة الامارات في ابو ظبي، وشاركت في قطر الموسم اللي فات، والحمد لله حققت مراكز طيبه وتوجت الحمد لله رب العالمين الاول والثاني والثالث على مستوى الخليج، وان شاء الله باذن الله زي هالمستوى هذا ما شاء الله لدينا مشاركين وزوار هنا في الولايات المتحده الامريكيه، وان شاء الله باذن الله نحاول قدر المستطاع ان ننافسهم، وان شاء الله باذن الله نكون خير تمثال للمملكه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ياكم المتسابق مشعل الصبر من دولة الكويت، فريق فريند ريسينج تيم. طبعا استعداداتنا للبطولة الأولى لقطر، جهزنا الدراجة خلال يومين لأن الدراجة الجديدة ما وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية. كنا طالبين دراجة جديدة نكون منافسين ويا الأبطال اللي موجودين هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، بس للأسف أنه ما وصلت الدراجة الجديدة. احنا قاعدين نحاول أن ننزل بالزمن بالدراجة القديمة علشان نقدر ننافس ويا الأبطال الجدد. طبعا كل هالجهد هذا واللي قاعد تشوفون الدراجة هذه كلها طبعا من جهد الشباب اللي هم التيم مال الفريق، هم اللي ساعدوني بالموضوع هذا. عندك مشعل الكندري وسعود الكندري، مساعد الكندري، هذول كلهم اللي مهتمين بالدراجة واللي قاموا بالموضوع هذا. صادق طبعا جونر الدراجة، صادق تقي هو من دولة الكويت، هو اللي قاعد يقوم بالاستعدادات الدراجة هذه. طبعا احنا اليوم قاعد نسوي تيونر جديد على الدراجة هذه. اليوم اللي طافوا ما حالفنا الحظ ان ننزل بالزمن، ان شاء الله اليوم الرن الاخير ان شاء الله نكون احنا من الاوائل اللي متقدمين بالفئة ان شاء الله. Hello, my name is Rob Honeycutt from Youngsville, North Carolina, in the United States of America. This is the Honeycutt Performance Diamond Pistons Worldwide Bearings Innovative Performance Suzuki. It's a pro extreme motorcycle that we've run over in American Drag Racing League. We've brought it over here to run the Arabian Drag Racing League.
The motor is a 1720 GS Suzuki. We run a Schnitz Pro Series 2 ignition system, Nitrous Express nitrous system. Bike was built by Terry Stemper of Innovative Performance out of Upper Marlboro, Maryland in the United States of America. Really want to say thank you to KH Altani for bringing us here, give us an opportunity to come over here and run the Arabian Drag Racing League. It's a really growing series, and hopefully we can come out here and win the championship. Terry Schweigert from Canada, British Columbia, driving a Suzuki, and just out here looking forward to racing the Arabian Drag Racing League. Should be a good year, and hoping to break some records and win some races. The bike is a 1700 Vortex head, nitrous fed. Hoping it's going to go good. بسم الله الرحمن الرحيم سعد المران من مملكة البحرين من فريق توبو سبيد جاي نشارك في قطر سباق الدراج ريس وإن شاء الله نبي ننافس على المركز الأولى بشارك في فئة سوبر ستريت أوتلو في سيارة الجي تي ومزود بمحرك 2 جي دوفريشن فورد إن شاء الله نجيب فيه المركز الأول بإذن الله وعندي سيارة ثانية فئة توبو سبورتمان اللي هي كورفيت جايبينها من أمريكا وشكرا أنا أحمد القاسمي سبونسر للسيارة للفريق MST إن شاء الله بندش تست كأول مرة عندنا كذا مشكلة كانت إن شاء الله نعالجها الحين وإن شاء الله نقدر نجيب ريكورد يأهلنا لشيء أحسن وإن شاء الله لنا مشروع جديد حق سيارة جديدة ونشوف من الله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم أنا المتسابق علي المري من فريق العنابي عندي سيارة موستنج في الفئة الفي 8 سوبر ستريت شاركت البطولة اللي طافت وشارك الحين البطولة الثانية ما الله وفقني في البطولة الثانية وجلست في نفس فئتي أتمنى أني أخذ الشامبيون السنة بخصوص تجاربي للسيارة جربت السيارة في افتتاح الشو اللي صار حق سباير جبت فيها رقم جديد جبت 479 وهي الرقم في فئتي اعتقد انه ما حد جابه من قبل والحمد لله على كل حال جربت السياره امس ما الله وفقني قامت السياره على تيرين وضاع الوقت بس ان شاء الله الله يوفق الحين واجيب رقم نفس اللي جبته قبل اسبوعين بسم الله الرحمن الرحيم اخوكم عبد الله الشطي من الكويت طبعا الحين جهزنا السياره تجهيز جديد علما ان الحمد لله كنا ابطال الموسم السنه اللي فاتت الحين سياره مثل ما شفتوا طبعا الشكل الخارجي تغير كلون كشعار فريق كيو 80 السبونسر مالنا والله الحمد طورت السياره بالكامل من الى كمحرك كتيربو كان عليها سنجل تيربو الحين توين تيربو المحرك تغير طبعا كان 400 كيوبيك انج الحين صار 427 سمول بلوك فورد كتجهيز التبريد حق الماكينة كلها تغير طبعا من إلى والله الحمد حققت 49 أول رن حقي أو بالتست انتيون وإن شاء الله اليوم بالكواليفاين نمبر 3 أمس ما حالفني الحظ صار عندي تاير سبين ويل سبين اليوم إن شاء الله الحين الكواليفاين نمبر 3 إن شاء الله نتوكل على الله والله يوفقنا أني برغم حلو ونكون إن شاء الله الأوائل بالكواليفاين والله يعني أشوف المنافسة الصراحة شيء جدا حلو لأن وايد ناس جايين من أهل الرياضة هذه هي من الولايات المتحدة جايين بينافسون الخليج والعرب بس إن شاء الله إحنا لهم بالمرصاد وأشوف إخواننا ما شاء الله أهل قطر منافسين طيبين إخواني من أهل الكويت من أهل الإمارات والبحرين كلهم على عيني وراسي بس إن شاء الله مثل ما تعودتوا على عبد الله الشطي إن شاء الله تشوفون شيء جديد وهذا الميدان يا حميدان إن شاء الله